بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الجزء الثاني من كائن التحكم، صندوق النص أو التكست بوكس. في الجزء الأول عرفنا إيه وظيفته، واتكلمنا عن بعض الخصائص زي خاصية القراءة فقط، واتكلمنا عن الخاصية إن يبقى في صندوق النص أكثر من سطر أو متعدد الأسطر مالتي لاين. واتكلمنا برضو عن الخاصية اللي اسمها رمز كلمة المرور، علشان لو عايز اكتب كلمة سر ما تظهرليش الكلمة نفسها ويظهر مكانها رموز كما بالشكل ده كده. واتكلمنا عن خاصية اطول طول بالنسبة للكلمة، بالنسبة لي اقصى طول، زي ما كنت بقول مثلا لو انا قلت له 10 احرف يبقى المستخدم مش هيقدر يكتب في مربع النص اكتر من 10. واتكلمنا عن الخاصية الخاصة بحالة الحروف اللي هي بتخلي الحروف كابيتال او سمول، او تخليها زي ما المستخدم كتبها. لو المستخدم كتبها كابيتال تبقى هي كابيتال، لو كتبها سمول تبقى سمول. طيب انما لو قلت له كلها كابيتال فكل الكلام هيتحول لكابيتال، لو قلت له كلها سمول كل الكلام هيتحول لسمول. واتكلمنا عن الخاصيه الخاصه باشرطه التمرير، ان لما تكون مظبط الخاصيه بتاع مالتي لاين ان يكون التكست بوكس فيه اكتر من سطر والاسطر بتاعتك كترت جدا، فبيظهر لك شريط تمرير سواء كان رأسي أو أفقي أو كليهما. كده بتقول له لا مش عايز شريط تمرير خالص، كده بتقول له عايز شريط تمرير هوريزنتال وكده فيرتيكال وكده بوث، يعني كلاهما رأسي وأفقي. الجدول ده يا جماعة هناخد فيه بعض الخواص المتقدمة الخاصة بصندوق النص التكست بوكس اللي ما اتكلمناش عنها قبل كده. طبعا ماكس لينجز اتكلمنا عنها، مالتي لاين اتكلمنا عليها، التكست اتكلمنا عنها، الباسورد كاركتر اللي هو الرمز الخاص بقناع ادخال كلمة السر اتكلمنا عنها. طيب السكرول بارز اللي هي شريط التمرير اتكلمنا عنها. اللاينز اللي هي بقى يعني اللاينز دي شبيهة جدا بالخاصية اللي اسمها تكست. لو انت عايز تكتب اكتر من كلمة تظهر لي مباشرة في اكتر من سطر داخل صندوق النص، بس برضو لازم تخلي الخاصية بتاع المالتي لاين ترو. على سبيل المثال لو جينا اضفنا كده تكست بوكس جديد خالص، لازم الاول اكون مظبط الخاصيه بتاع مالتي لاين في التكست بوكس تكون اكتف، يعني يكون بيقبل الكتابه في اكتر من سطر. على طول اطلع كده على مالتي لاين اهي، واخلي خاصيه مالتي لاين تكون ترو. لما اجي اكتب اي نص في التكست بوكس 4 دون، لو جيت في خاصيه التكست وكتبت كلمه ايمن، طيب تجرب الاول كده، لو جيت عملت ستارت البرنامج شغلته ببص الاقي التكست بوكس 4 طالع ماله ظاهر فاضي خالص. طيب لو انت عايز كلمه تبقى موجوده بشكل افتراضي فعندي خاصيتين، الخاصيه الاولى اللي هي التكست، لو انا كتبت مثلا فيه ايمن فبمجرد ما بشغل على طول البرنامج بالشكل ده كده ببص الاقي الكلمه مكتوبه زي ما انت شايف قدامك. ليه؟ لان خاصيه التكست بوكس دي كده، في خاصيه التكست انت كتبت كلمه ايمن، وبالتالي لما شغلت البروجكت بتاعك او المشروع وجدت ان اثناء تنفيذ البرنامج الكلمه الموجوده في خاصيه التكست هي اللي موجودة أثناء التصميم، وهي برضو اللي ظهرت لك لما شغلت البروجكت. طيب نيجي بقى للخاصية اللي اسمها لاينز. الخاصية ما بتعمل ايه لاينز؟ بتضيف لك اكتر من سطر، بس علشان تكون فعالة لازم تكون مشغل الخاصية اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها مالتي لاين. فاجي كده على تكست بوكس 4 وعلى طول هنتقل الى الخاصية اللي اسمها لاينز او اكثر من سطر اهي، واروح جاي فاتحها كده على طول من خلال الضغط هنا، واكتب هنا الكلمات اللي انا عايزها تظهر لي فين؟ تظهر لي في مربع النص. فليكن هكتب مثلا اي اسماء، احمد، مهمد، مثلا سيد، مثلا الي، اي اسم اخر مثلا زي الي او اي اسم اخر كده، واقول له اوكي. الكلمات اللي انت كتبتها دي هتظهر فين؟ هتظهر داخل التكست بوكس 4 اللي انا كتبتها في خاصيه اللاينز اهي، دي اللي انا كتبت جواها الخواص دي اثناء تنفيذ البرنامج. انما التكست بتكتب لك في سطر واحد بس اللي انت كتبته. تعالى كده نجرب مع بعض. بص كده ادينا في خاصيه اللاينز، بص موجودين هنا. طب ليه مش ظاهر مش ظاهر ليه الكلام كله؟ لان مربع النص ما احتواش الكلام كله، ولو عايز اضيف شريط تمرير هنا
باجي على خاصيه اللي اسمها سكرول بارز واضيف شريط تمرير يديني شريط تمرير بيمكنني من الصعود والنزول علشان اقدر اشوف اللي موجود هنا. يبقى اذا دي خاصيه لاينز هي بالظبط خاصيه تكست، بس خاصيه تكست كانت بتديني الكلام اللي مكتوب في تكست بوكس 4 في سطر واحد بس. يبقى خاصيه لاينز اول حاجه لازم اروح اضبط الخاصيه اللي اسمها مالتي لاين على ترو، وبعد كده اكتب الكلام اللي انا عايزه يظهر داخل التكست بوكس في اكثر من سطر. ماشي. طيب نيجي بقى الخاصيه اللي اسمها ايه، تكست الايك. دي سهله جدا، اللي هي النص الموجود داخل التكست بوكس. وانا شغال كده بصمم في البرنامج، لو ملاحظ ان الكلام ده كله جاي فين، جاي في اليسار، وده جاي فين، في اليسار. طب انا عايزه يظهر في المنتصف، اوقف المشروع اروح للتكست بوكس بتاعي واروح برده للتكست بوكس الثاني ده كده، واروح جاي على الخاصيه اللي اسمها ايه، تكست الايك او محاذاه النص، واعمل لها ضبط بحيث ان انا اقول له خلي الكلام يظهر لي فين، اهي يظهر لي هنا في الليفت، لا عندي ليفت ورايت وسنتر، اقول له خليه يظهر في المنتصف. وتعالى كده نوقف المشروع ونشغل من تاني. بص كده الكلام ظهر لك فين، اهو الكلام ظهر لك هنا في المنتصف، فين، على التكست بوكس اللي انا كنت محدده اللي هو تكست بوكس 4. طب لو عايز تكست بوكس 1 سهله جدا، اروح برده على تكست بوكس 1 واجي على الخاصيه اللي اسمها تكست الايك، وبعد كده اظبطها بحيث يظهر لي الكلام في المنتصف او في اليمين زي ما انا عايز. شوف الكلام جه في اليمين ازاي وده جه فين، في المنتصف. تعالى كده نشغل مع بعض، اهو الكلام هنا جه في اليمين وهنا جه في المنتصف. يبقى اذا الخاصيه دي اللي هي تكست الايك خاصه بمحاذاه الكلام داخل التكست بوكس، هل يكون في اليسار او في المنتصف او في اليمين. بالنسبه بقى للخاصيه اسمها اكسبتس تاب، انت لو شغال جوه برنامج الوورد زي كده، هنا انت في اول السطر اهو ودوست من الكيبورد على مفتاح تاب ساب خمس مسافات، دوست تاب تاني ساب خمس مسافات، دوست تاب تالت ساب خمس مسافات. كذلك الحال في الفيجوال بيزك، لو انت كنت هتبرمج ان التكست بوكس ده هكبره كده اهو وعايز ان انا استخدم فيه مفتاح تاب، لازم الاول اروح على الخاصيه اللي بتقول لي اللي هي اكسبتس تاب، ان انا موافق على التابات. ماشي. اروح بدل فولس اخليها ايه، ترو. طيب تعالى نخليها على فولس كده الاول ونعمل رن للبرنامج ونتفرج عليها. لو جيت وقفت في تكست بوكس 4 اهو في اخره وضغطت انتر او نزلت على سطر جديد كده ودوست تاب من الكيبورد، مفيش اي حاجه بتحصل. ايه اللي بيحصل؟ بيتنقل على كائن جديد. اول ما دوس تاب من الكيبورد بيتنقل التحكم من الكنترولز او كان التحكم تكست بوكس 4 ويروح رايح على تكست بوكس جديد. لا انا عايز مفتاح تاب يشتغل ويكتب لي هنا ويسيب خمس مسافات، يبقى لازم الاول تروح موقف البرنامج بتاعك تختار التكست بوكس اللي انت عايز تشغل التاب بداخله وتقول له اكسبت تاب ترو. لما تصبح ترو، لما تدوس على مفتاح تاب مش هيروح لكائن اخر، لان في الفيجوال بيزك بيبقى متبرمج بمجرد ما تضغط من الكيبورد على تاب يطلع على كائن تاني، يعني يروح للتكست بوكس ده او ده. تعالى كده نشغل البرنامج مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. اول ما شغلت البرنامج اهو، تعالى كده نفتكر مع بعض الخاصيه اللي اسمها ايه، اكسبتس تاب، اهي قيمتها ايه، ترو. يبقى بمجرد ما اقف هنا وادوس انتر واضغط تاب، عمل ايه، ساب خمس مسافات، تاب ساب خمس مسافات، تاب ساب خمس مسافات، كل ما اضغط تاب هيسيب خمس مسافات. طب لو جيت وقفت هنا وضغطت تاب مش هيسيب اي مسافات، ليه؟ لان انا ما برمجتوش ان هو يسمح بالتاب، اللي هي الخاصيه اسمها ايه، اكسبتس تاب. لما اضغط تاب هيمشي من التكست بوكس ده خالص ويختار تكست بوكس اخر، اضغط تاب يروح لتكست بوكس اخر، اضغط تاب راح للبطن، وهكذا. انما لما يكون موجود في تكست بوكس 4، لان الخاصيه اللي انا قلت له اكسبت تاب هيسمح لي ان انا لما اضغط تاب يسيب مسافات جوه التكست بوكس وما يتنقلش على التكست بوكس اخر. يبقى تاني، الاكسبت تاب دي لو انت ضغطت على مفتاح تاب من الكيبورد بس وما كنتش عاملها ترو، هيتنقل التحكم من الكائن اللي انا موجود فيه الى كائن اخر. يعني لو كان عندي 10 زراير ودوست تاب بيمشي للزرار رقم 2 3 4 زي ما انا ببرمجه، انا اعرف الكلام ده ان شاء الله بعد كده. ولكن لو انا جيت على الكائن بتاعي اللي هو داخل الفيجوال بيزك التكست بوكس وقلت له وافق بالتاب وبالتالي خليها ترو، بمجرد ما اضغط تاب من الكيبورد هيسيب خمس مسافات زي ما بيحصل بالظبط في برنامج الوورد وشرحت من شويه، ومش هيتنقل لكائن اخر. يبقى بكده قلنا على الخاصيه دي خلاص، وقلنا على خاصيه جديده كده برضو ايه شرحناها.
خاصيه انيبل سبق وشرحناها، ادي التكست بوكس ده اهو بقدر استخدمه لما اعمل ران للبرنامج، بستخدمه مفيش اي مشاكل واكتب فيه. طب لو انا جيت على الانيبل بتاعته وعملتها فولس، احنا بنراجعها خدناها قبل كده بس بنعمل عليها ايه مراجعه، جيت على الخاصيه بتاع انيبل وخليتها فولس، بمجرد ما اعمل ران للبرنامج على طول بلاقيه باهت ومش اكتف وما يدينيش امكانيه ان انا استخدمه، ولكن يمكن ان انا بس اشوف المحتوى اللي بداخله. عظيم جدا. طيب تعالى كده برضو الكاركتر كيسنج، برضو دي اتكلمنا عنها من شويه اللي هي حاله الاحرف. نورمال عادي زي ما انا كتبتها، كابيتال سمول كابيتال في سمول براحتي، لو كانت كده يبقى سمول، لو كانت كده ابر يبقى ايه يبقى كابيتال، دي اتكلمنا عنها قبل كده. الماكس لينجس اللي هو اطول طول للحروف اللي هتكون موجوده داخل النص، واتكلمنا عنها قبل كده. طيب الهايت سيلكشن بقى، ركز معايا في الهايت سيلكشن دي لانها برضو خاصيه متقدمه من خصائص التكست بوكس. بص كده معايا، لو انا جيت عملت ستارت للبروجكت بتاع الوضع ده، انا هنا عامل ايه سيلكشن. عظيم جدا. لما اجي اتنقل هنا السيلكشن اللي هنا اتفك. يبقى لو انت جوه اي تكست بوكس واتنقلت التكست بوكس اخر او جوه التكست بوكس وروحت للبطن، اوتوماتيك بمجرد ما بتتنقل لكائن اخر غير اداه التحكم او الكنترول اللي انت فيه دلوقتي التكست بوكس، السيلكشن ده حصل له ايه اتفك. لا انا مش عايز كده، انا عايز لما اكون عامل سيلكشن هنا واروح للتكست بوكس ده او ده او ده، السيلكشن اللي هنا يفضل اكتف. طيب الخاصيه دي بتظبط ازاي؟ ركز معايا من فضلك كده. الاول هنخلي التكست بوكس ده يبقى الخاصيه بتاع الانيبل ترو، وبعد كده هاجي على التكست بوكس ده وهقول له ايه الهايت سيلكشن بتاعتك يا تكست بوكس 1 اهو، هتنقل التكست بوكس 1 وهقول له بعد اذنك يا تكست بوكس 1 الهايت سيلكشن بتاعتك اهي، خاصيه الهايت سيلكشن راحت فين؟ كانت قدامي دلوقتي ترو، اقول له لا مش ترو خليها فولس، يعني افضل محرص على السيلكشن اللي انا هعلمه في التكست بوكس 1 لو رحت لاي تكست بوكس اخر. تعالى كده خلي الخاصيه قدام عينيك، ادي تكست بوكس 1 هايت سيلكشن قلت له فولس. تعالى كده نعمل ستارت ونتفرج على البروجكت ايه اللي هيحصل فيه. هنا خاصيه الهايت سيلكشن معمول لها ايه فولس. تعالى كده روح هنا كده، يعني ايه هايت سيلكشن؟ اخفي التحديد. طيب انا قلت له لا ما تخفيش التحديد، فولس يعني لا تخفي التحديد. دوس هنا ما فيش حاجه حصلت، دوس هنا السيلكشن لسه موجود، دوس على البطن السيلكشن ما اختفاش، دوس هنا السيلكشن ما اختفاش. ليه؟ لان الخاصيه ده اهي الخاصه بالهايت سيلكشن انا قلت له عليها ايه؟ قلت له الهايت سيلكشن دي يعني اخفي التحديد، قلت له لا ما تعملش اخفاء للتحديد فولس. طيب تعالى كده نختار نعمل سيلكشن هنا على تكست بوكس 4، وتكست بوكس 4 الهايت سيلكشن ترو، يعني بمجرد ما امشي منه هيخفي مين السيلكشن ده. اهو عملت تظليل وجيت ضغطت هنا، ايه اللي حصل؟ على طول التظليل اتفك، ضغطت هنا التظليل اتفك، ضغطت هنا التظليل اتفك. ليه؟ لان خاصيه هايت سيلكشن متاكتبه. يعني ايه هايت سيلكشن؟ اخفي التحديد السيلكشن لما امشي من الكائن واروح لكائن اخر، وبذلك ولذلك لما رحت في مكان اخر على طول السيلكشن ماله اتفك، انما هنا السيلكشن فضل موجود طول ما انا عامل سيلكشن ما مشيش. ليه؟ لان خاصيه الهايت سيلكشن معمول لها ايه فولس، يعني بمعنى لا تخفي التحديد اللي انا محدده مهما اتنقلت لاي كائن او اداه تحكم اخرى. طيب الريد اونلي يعني للقراءه فقط، شبيهه قوي الى حد ما بخاصيه الانيبل. يعني ايه؟ لما وانا عامل ران كده عايز امسح انس ده امسحه، عايز اكتب مكان انس احمد مثلا مفيش مشكله، انما لو انا عملته ريد اونلي بص كده ايه اللي هيحصل. تعالى نرجع كده ونيجي على تكست بوكس 1 ونقول له خاصيه ريد اونلي للقراءه فقط، يعني يقرا بس ترو. طالما بقى ترو بقى عامل الانيبل بتاعه ماله بقى برضه اكنك قلت له انيبل فولس. تعالى كده نجرب البروجكت بتاعنا ونعمل ستارت ونبص كده، ينفع اغير هنا؟ لا. ينفع اكتب هنا؟ لا. ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجه خالص، لانه الريد اونلي لانه ايه يعني للقراءه فقط، لا يجوز لك التعديل او المسح، انما هنا ممكن امسح واعدل اللي انا عايزه، لان الخاصيه بتاع الريد اونلي بتكست بوكس 4 ادي خاصيه ريد اونلي مالها حاليا فولس، انما ريد اونلي في تكست بوكس 1 اصبحت ترو. يبقى ريد اونلي يعني ايه؟ للقراءه بس، لما اكتفها الكائن بتاعي مش هيسمح لي ان انا اقرا منه بس. طيب الشورت كات انيبلز، انا دلوقتي وانا مشغل البروجكت بتاعي
جيت على ايمن واحمد ومهند ورحت جاي واخدهم كده، او ايمن خدته كنترول وسي من الكيبورد او كنترول واكس من الكيبورد، ها ما ينفعش. طيب تعالى ناخد هنا كده احمد كنترول واكس، يعني ايه؟ قص اتمسح. ورحت جاي هنا انتر وقلت له كنترول وفي، اشتغلت بالاختصارات الموجوده من الكيبورد. كنترول اكس يعني قص، وكنترول وفي تاني يعني ايه؟ لصق. شايف اشتغل عادي ما فيش اي مشكله. انا بستخدم الكيبورد ما بستخدمش مين؟ الماوس، ولا بختار اي ايه؟ اي حاجه من اختصارات الماوس. طيب تعالى كده بقى كده، ولو دوست كليك يمين برضو بتلاقي القط والبيست والاندو وكله شغال معاك. طب تعالى نوقف البروجكت ونروح لتكست بوكس 4 ونيجي على الخاصيه الخاصه بشورت كاتس انيبل، يعني الشورت كات ما تخليهاش انيبل، وقف الشورت كات وفرملاه. ونروح هنا كده ونختار الشورت كات، هنا راحت فين اهي، انيبل ترو خليها فولس. بص كده لما اجي اشغل البروجكت مره تانية ايه اللي حصل قدامك دلوقتي. تعالى كده هنا كليك يمين مفيش، الماوس انا بضغط كليك يمين مفيش. طب كنترول سي ها انتر، كنترول في مفيش. طيب اجي على احمد تاني كنترول اكس، وتعالى هنا كنترول في مفيش. ليه؟ لان انت قلت له وقف الاختصارات. تعالى دوس هنا كده كليك يمين، هنا بتلاقي الاختصارات كلها ظهرت لك، انما لو دوس كليك يمين هنا مفيش حاجه بتظهر لك. يبقى الشورت كاتس انيبل بتديك امكانيه انك تشغل الاختصارات الخاصه بالكليك يمين واختصارات الكيبورد. قلت له فولس يبقى مالها؟ يبقى مش هتقدر تستخدم اي اختصار خالص على التكست بوكس بتاعك. نتنقل بقى لخاصيه جديده وورد وراب اللي هي التفاف الاسطر، ودي معروفه جدا وخاصيه سهله، ومن اسمها ان لو انت خليتها على ترو يعني اكتف، لما السطر يخلص بدل ما تحتاج لشريط تمرير افقي عشان يفضل يعني السطر هيفضل يكمل للاخر، لا انا عايز السطر ينزل على سطر جديد، يبقى السطر بيحصل له عمليه التفاف وينزل الكلام على السطر اللي تحت على طول. زي الوورد، لو انا بكتب جوه الوورد زي كده اهو، عمال اكتب 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 والسطر خلص، ايه اللي بيحصل؟ الخاصيه دي بتكون اكتف بتلاقي الكلام نزل على سطر جديد، لان الوورد وراب كان معمول لها ايه؟ كان معمول لها خاصيه إيه؟ انها تبقى ترو، ودي خاصيه سهله وطبعا ليها علاقه بالمالتي لاين، برضو لازم تبقى ترو. بالنسبه لخاصيه يو اس سيستم باسورد كاركتر، احنا خدنا من شويه خاصيه اللي هي خاصه بايه؟ اللي هي خاصه بالكاركتر بتاع الباسورد، الحرف المستخدم او الرمز اللي هيبقى قناع للباسورد، بحيث ان انا لو بكتب باسورد زي كده الناس ما تشوفهاش، فانا بكتب 1 2 3 4 5 يظهر لي نجوم. دي خاصيه اسمها ايه؟ باسورد كاركتر. وبروح جاي هنا كده في المربع اللي قدام الخاصيه بتاع الباسورد كاركتر، كنت بكتب النجمه، وبالتالي لما انا بكتب اي كلام بيظهر مكانه مين؟ النجمه. هنا الخاصيه دي ليها وضع مختلف شويه. الخاصيه دي بتاخد برضو قناع، بس القناع الخاص بايه؟ الخاص بالسيستم بتاعك، اللي هو لو انت بتكتب الباسورد مثلا في الفيسبوك ايه اللي بيظهر؟ لو نجوم يبقى كده برضو في الفيجوال بيزك هتبقى نجوم، لو كانت دوائر هتبقى دوائر. طيب تعالى كده نجرب مع بعض ونعمل ران للبروجكت ده، ونجي نكتب هنا مثلا اي كلام، كلام ظهر لي عادي جدا. طيب لو جيت كده على الكائن ده الكنترول ده، كنترول اللي هو اسمه تكست بوكس 3، وجيت قلت له والله استخدم الباسورد بتاع النظام بدل فولس خليها ترو. بص كده لما اجي اشغل البروجكت مره تانية واجي اكتب هنا كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي ظهر؟ ظهر لي نجوم. الله، طب ما التكست بوكس 3 اهي الخاصيه اللي اسمها باسورد كاركتر فين اهي؟ مش مكتوب فيها حاجه. امال هو جاب الشكل ده منين بتاع الدوائر؟ الشكل ده لان انت قلت له استخدم القناع بتاع الباسورد اللي بيستخدمه النظام اللي انا شغال عليه. يبقى دي خاصيه اسمها ايه؟ يوز سيستم باسورد كاركتر، يعني استخدم الرمز او القناع اللي بيستخدم لنظام التشغيل لما اجي اكتب الباسورد داخل المربع بتاعي، داخل المربع التكست بوكس بتاعي. طيب نتنقل برضو لخاصيه جديده كده، تالي كده خلاص كل الخواص خلصت، التكست مالتي لاين، الكاركتر كيسنج، اللاينز اللي هي الاسطر، باسورد كاركتر، ريد اونلي، اشرطه تمرير السكرول بارز، تكست الايك لمحاذاه النص، والوورد وراب اللي هو التفاف النص لمحاذاه النص تلقائيا، وبعد كده ايه؟ مش هتستخدم شريط تمرير افقي. طيب تذكير هام، طبعا في خصائص خدناها قبل كده في البطن، وخصائص خدناها في الفورم، هتلاقيها برضو موجوده معاك في التكست بوكس، وانا ما شرحتهاش تاني لان انا قلت ان معظم الخصائص دي مشتركه، وبرضو هتلاقيها في الكائن اللي هنشرحه بعد شويه اللي هو اسمه ايه؟ الليبل. فانت ركز جدا ان انت تخلي بالك الخصائص المشتركه اللي بتتكرر مع كل الكائنات
مع كل أدوات التحكم مش هنتكلم فيها مرة تانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.